خلال هذا اللقاء اللي تم مع في مجلس المستشارين مع اللجنة المختصة لدراسة ميزانية القطاع ديال التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كان واحد النقاش اللي هو جد مهم اللي تطرق الحق الإصلاح والأهداف اللي هي لهذا الإصلاح والمحاور ديال هذا الإصلاح. وكان تأكيد من خلال هذا النقاش على أولا ضرورة الإصلاح إلى بغينا نوصلوا للهدف الأساسي ونتجاوبوا مع انتظارات المواطنين فيما يخص جودة التعليم وانتظارات الأسر في هذا الميدان. واعتبرنا بأن هذه المحاور الأساسية هي محاور اللي عندها ارتباط بموضوع ديال العقد المدرسي، عندها ارتباط مع محور ديال البيداغوجي، عندها ارتباط ايضا موضوع ديال الحوار الاجتماعي، وايضا طرقنا الموضوع ديال ولوج المهنه، ولا طرقنا الموضوع ديال النظام الاساسي ديال اطر الاكاديميات، وعطيتهم واحد نظره على اللقاءات اللي تمت مع النقابات اللي هي اكثر تمثيليه. وكان ايضا طرقنا المحور اخر اللي هو محور اللي متعلق بموضوع الحكامه وطريقه تعبئه كل الاطراف باش تكون التقائيه باش نوصلوا للاهداف اللي هي متوخات من هذا الاصلاح. شكرا، وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.